مساء الخير عليكم. انا سعيد جدا، ويعني يمكن الحكايه دي مفاجاه من يمكن يوم ولا حاجه، فانا بشكر التكريم الجميل ده وبشكر معالي الاستشار. وانا متعود اغني زي النجوم الكبار الموجودين، ما بعرفش اتكلم كتير، بس انا مبسوط جدا بوجودي معاكم، وان شاء الله اعمال موسيقيه جديده مع ما تنساش بقالك سنة ما عملتش، عشان غني بعد برج الحوت حاجة. شكرا.